السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل يشرع دعاء الاستفتاح عند كل تسليمة في صلاة التراويح؟ لا، إنما يكون في أول الصلاة، في أول صلاة الليل، في أول صلاة الليل يأتي بدعاء الاستفتاح. وأما في الركعات الأخرى، التسليمات الأخرى، فهذه ليس فيها استفتاح، الاستفتاح بالأول في أول صلاة الليل الذي فيها التراويح في رمضان. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.